السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. طبعا السبت 12 أكتوبر، خلاص داخلين في أسبوع قبل مباراة القمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز. مباراة قمة أكيد في كل شيء، لكن قبل ما تكون قمة في كرة القدم نتمناها أن هي تكون قمة في الأخلاق وفي المستوى الروح الرياضي. زي ما حضراتكم عارفين أحداث كتيرة جدا هنتكلم فيها وهنخوض فيها، سواء في الكرة العالمية أو الرياضة بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص. هيكون معايا في الفقرة الأولى الكابتن أحمد رضوان نجم النادي الأهلي علشان نتكلم معاه في استعداد النادي الأهلي والتوقف المهم اللي هنتكلم عليه، وطبعا استفادة النادي الأهلي من التوقف الحالي لبطولة الدوري، وإزاي الأهلي هيستفيد منها وإزاي هيستعد لمباراة الزمالك القادمة، وهناخد رأيه في الأحداث السابقة بشكل عام. طبعا زي ما قلت توقف مهم جدا، توقف مفيد للنادي الأهلي بيستعد فيه وبيستعد من خلاله لمباراة مهمة جدا، نادي الزمالك المواجهة الثانية لريني فايلر في أقل من شهر، وأول مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز. المباراة الأولى كلنا اتفاجئنا بمستوى النادي الأهلي مع ريني فايلر المدير الفني السويسري الجديد، اللي عجبني جدا جدا في تفكيره والمنتاليتي اللي موجوده عنده في التعامل مع لعيبه النادي الاهلي والتعامل مع كل المجريات اللي بتدور في النادي الاهلي بشكل عام. بيتعامل مع اللعيبه بشكل ناضج جدا، وفي ثواب في عقاب في اشاده، في زي ما حضراتكم شفتوا بعد مباراه اسوان ازاي لغى الاجازه ومرن اللعيبه علشان يكونوا عارفين ان كان مباراه اسوان كان فيها شويه بعض التقصيرات الفنيه اللي كانت باينه من وجهه نظره. مش معنى انك كسبت نتيجه كبيره يبقى انت اديت اللي عليك، لا ده انت ممكن كنت تكسب وتكسب بسكور، فانت ليه تفرط في سكور؟ فدي عقلية ناضجة جدا جدا. مش هقول لحضراتكم بقى، يعني هنتكلم في الماضي ونقول الناس اللي اتكلمت على ريني فايلر في الأول واتكلمت عليه انه ازاي مدير فني يعني ممكن يكون السي في بتاعه مش قوي زي يجي يمسك النادي الأهلي. رضينا وقلنا الفرانك لامبرت مسك تشيلسي ما دربش غير ديربي كاونتي، مستر بانو الجوزيه ما دربش حد غير لما جه مسك النادي الأهلي. قيمة النادي الأهلي، ودايما زي ما حضراتكم عارفين في نوعين من المدربين، في مدير فني يضيف للنادي اللي موجود فيه، وفي مدير فني النادي اللي موجود فيه يضيف له. وده النادي الاهلي دايما بيعمله، النادي الاهلي دايما يضيف لاي مدير فني ومدير فني واي مدرسه فنيه موجود فيها. ما فيش حد ابدا مسك النادي الاهلي غير واستفاد منه من خلال الاسم اللي موجود فيه، وهو النادي الاهلي الاسم رقم واحد في مصر والاسم رقم واحد في افريقيا. 41 دوري بنحتفل بيه من ايام قليله جدا، خلاص الاحتفال انتهى، بنركز في مباراه الزمالك. زي ما حضراتكم عارفين قدر النادي الاهلي ان هو دايما ما فيش افراح بتدوم لاكثر من يوم، يوم واحد هو ده مدى يعني ابعد حاجه او اكتر حاجه ممكن نحتفل بيها، لكن بنقفل الصفحه على طول تاني يوم علشان نستعد للحدث اللي بعديه او البطوله اللي بعديها. بنلعب على 5 6 بطولات، بنلعب على بطوله الدوري، بنلعب على بطوله كاس، على بطوله دوري ابطال افريقيا، على سوبر افريقي، على سوبر محلي. عندنا بطولات كتيره جدا جدا محتاجين ان احنا نركز فيها، ومحتاجين ان احنا نكون عارفين ازاي نتعامل مع المواقف. فايلر عنده العقليه دي، فايلر عارف ان هو في نادي كبير جدا وبالتالي ما عندوش وقت يفرح فيه، ما عندوش وقت ان هو يقدر ان هو يعني يصحح الاخطاء، تصحيح الاخطاء والاستفاده من التوقفات بيكون خلال الفترات اللي موجوده فيها النادي الاهلي. زي دلوقتي معسكر منتخب موجود، عندك فتره توقف، لعيبه موجوده اي نعم مع المنتخبات سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، بتدرب اللعيبه اللي عندك، بتخليهم مستعدين، بيستعدوا بشكل كويس علشان خاطر لما اللعيبه الدوليه ترجع لك تكون عارف انت كل المستويات مقربه جدا لبعض، كل المستويات فيها تقارب فني جوه الملعب، فانت كمدير فني تعرف تختار اللعيبه اللي تقدر ان انت توظفها صح وتقدر تنفذ لك التكتيك بتاعك. كلنا شفنا اجاي وقلنا ازاي يبدا في البدايه في مباراه الزمالك راس حربة صريح، كلنا اتفاجئنا بالمستوى اللي اجاي كان بيقدمه، كلنا اتفاجئنا بهدفين احرزهم، وكان ممكن يحرز الهدف الثالث وهاتريك عشان يكون اول هاتريك ليه في مباراه الزمالك. علشان كده بقول لحضراتكم ان الراجل عارف هو بيعمل ايه، وعارف ان هو موجود في نادي كبير جدا جدا، الهدف الاول بالنسبه له وبالنسبه للنادي اللي موجود فيه هو البطولات وهو الانجازات وهو الانتصارات. عارف قيمه مباراه الزمالك، شفنا المباراه الاولانيه حقق انتصار على نادي الزمالك المنافس التقليدي والمنافس اللدود للنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري، وكمان حقق بطولة.
عنده تحدي تاني علشان يأكد ويثبت لكل الناس اللي اتكلمت وقالت ان مستر بايلر ممكن المباراة الاولى والمباراة محدش اتفرج عليه من النادي المنافس في خلال المباراة الافريقية الاولى، وبالتالي ما كانش يعرف التكتيك بتاعه. لكن زي ما بقول لحضراتكم ان مستر ريني فايلر قدامه تحدي كبير جدا ان هو يثبت لكل الناس ان فوزه على الزمالك مش صدفة، فوزه على الزمالك مش بس تفوق لاعبين، لا فوزه على الزمالك ان شاء الله يوم السبت اللي جاي هيكون تأكيد وتفوق الفني على المدير الفني لنادي الزمالك، وايضا تفوق لاعبي النادي الاهلي على نفسها وعلى لاعبي نادي الزمالك. كلنا شفنا المباراة الاولى، ابدا مش صدفة انك تفوز على نادي الزمالك بنتيجة 3-2، كانت الاول 3-0، حصل لك اصابتين. انا يعني وجهة نظري لو كانت اصابة واحدة بس اللي حصلت اعتقد كان ممكن الفارق يفضل زي ما هو او يزيد، لكن اصابة ياسر ابراهيم ومتولي أثرت بشكل كبير جدا على نتيجة المباراة وأثرت بشكل كبير جدا على شكل النادي الأهلي. لكن المباراة اللي جاية أنا شايف أن الراجل خلاص بقاله فترة كبيرة مع النادي الأهلي، بنتكلم في 3 ماتشات في الدوري المصري، بتكلم في ماتشات في بطولات أفريقيا، حط إيده على كل مفاتيح اللعب وعلى كل اللعيبة اللي موجودة وعارف النواقص اللي موجودة عنده كانت فين، عارف نقاط الضعف ونقاط القوة سواء في فريقه أو في الفريق المنافس. عشان كده بقول لحضراتكم أن المباراة اللي جاية إن شاء الله هتكون تأكيد لكل جمهور النادي الأهلي على المستوى الفني اللي بيقدمه مستر ريني فايلر والمستوى التكتيكي العالي جدا اللي بيقدمه مع النادي الأهلي من خلال وضع يعني بصماته الأولية وتعرفه على جمهور النادي الأهلي من خلال إن شاء الله مباراة الزمالك اللي جاية. زي ما حضراتكم عارفين الأهلي وقع في مجموعة أكيد قوية في بطولة دوري الأبطال، إن شاء الله أكيد زي ما احنا متعودين النادي الأهلي إن شاء الله يخرج منها كبطل ومتصدر للمجموعة، كمان يقدر ريني فايلر يجيب البطولة رقم 9 في تاريخ النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، علشان كمان من خلالها يحقق اللقب رقم 42 في بطولة الدوري. وبطولات كثيرة جدا جدا بتنتظر لاعبي النادي الأهلي وبتنتظر مستر ريني فايلر، اللي أنا شايفه واحد من يعني إن شاء الله نجوم التدريب في مصر واللي هيعمل تاريخ كبير جدا في افريقيا وفي مصر من خلال وجوده مع النادي الاهلي. يعني مباراه الزمالك اكيد بيكون ليها اجواء الخاصه، بيكون ليها الحاله الفنيه اللعيبه موجودين فيها، لكن توقعاتنا دايما مش بتكون محدده في مباراه اهلي وزمالك. الاهلي ممكن يكون كويس جدا لكن ما عندوش حظ وما عندوش توفيق، الزمالك ممكن يكون كويس جدا لكن ما عندوش حظ وما عندوش توفيق، وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه لما بناخد راي اي نجم من النجوم اللي موجوده نقول لهم توقعاتك ايه لمباراه اهلي وزمالك، يقول لك مباراه بلا توقعات زي اي مباراه كبيره او اي مباراه ديربي او اي مباراه قمه موجوده في العالم. برشلونه وريال مدريد، مانشستر يونايتد وارسنال، بنتكلم في يوفنتوس وانتر، اي سي ميلان وانتر، كل المباريات الكبيره ما بيكونش ابدا ليها توقعات. عشان كده بقول لحضراتكم مباراه على الجانب الفني انا اعتقد واتوقع واللي انا شايفه من خلال استقرار فريق النادي الاهلي ومن خلال اللعيبه وكواليتي اللعيبه اللي موجوده من خلال تعامل مجلس الاداره مع اللعيبه ووجود الكابتن خطيب على طول داعم للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي وكمان دعمه في مباراة أو قبل بداية الموسم مع الفريق قبل بداية السوبر وقبل مباراة السوبر والكلام اللي كان بيتقال من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني أن الموسم ابتدى خلاص فلازم نركز، لازم نشوف البطولة اللي جاية هي بطولة السوبر، بعد كده بطولة الدوري بنركز فيها، ماتشات أفريقيا أو دوري أبطال أفريقيا بنركز فيه. ده اللي دايما النادي الأهلي بيهدف ليه أو دايما النادي الأهلي بيكون مركز فيه، أن هو يفصل كل البطولات عن بعض وبياخد كل مباراة على حدة وكل مباراة لوحدها استعدادها وطريقة الطريقة الفنية اللي ممكن يلعب بيها والأسلوب اللي ممكن يلعب بيه وإزاي سيناريو المباراة ممكن يحصل، وأيضا خلال يعني أن أنت الفريق المنافس فنيا ممكن ما يكونش مستقر، حالة تذبذب موجودة بين اللاعبين بينها وبين بعضها، لكن احنا طبعا دايما مش بنركز مع الفريق المنافس، بنركز بس في نفسنا وبنشوف بس نفسنا. وانا يعني بتمنى ان جمهور الاهلي ما يشغلش باله بأي حاجة، يشغل باله بس بالفريق وبأمور الفريق وبأخبار الفريق ويبقى مطمن وعايز يعرف ايه اللي بيجرى وايه اللي هيحصل، هل عمرو السولية هيرجع، هل عمرو السولية ممكن يغيب عن ماتش الزمالك، هل فلان الفلاني هيكون موجود، اخبار اصابة ياسر ابراهيم ايه، اخبار اصابة متولي ايه. ده اللي احنا بنتمنى ان جمهور الاهلي يتابعه دايما ويركز فيه علشان خاطر احنا من خلال تركيزنا في نفسنا ومن خلال تركيزنا في فريقنا اعتقد ان ده اللي بيصنع الفارق وده اللي بيخلينا يكون في دايما تفوق وتألق من خلال عدد البطولات 41 بطوله. ما اعتقدش ان حد يعني ابدا ابدا يقدر يحصلنا، كمان في افريقيا احنا بعاد جدا جدا عن اي فريق سواء فريق يعني في مصر او في القاره،
فاحنا دايما نادي فوق جدا جدا، ودايما ما بنبصش تحتينا، بنبص دايما لقدامنا وبنبص لهدفنا، علشان لو بصينا لتحتينا هنتعطل، واحنا ابدا مش عايزين نتعطل، عايزين نكمل في تحقيق بطولات وانجازات وكتابه التاريخ اللي ابدا ابدا عمره ما هينتهي، او عمره ما هي القلم اللي بيكتب التاريخ ده عمره ما هيقف ابدا في تسطير وكتابه تاريخ وبطولات كبيره جدا 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 حققها النادي الاهلي وهيحققها ان شاء الله خلال السنوات القادمه. تعالوا نروح لشويه اخبار كده نعرف حضراتكم الدنيا ماشيه ازاي، يعني بنتكلم على اللعيبه الدوليه، بنتكلم ايضا على اللعيبه اللي ان شاء الله ممكن تلحق بلقاء القمه، والبدايه من الدوليين اللي موجودين في المنتخب الاول واللي موجودين في المنتخب الاولمبي. والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيعلن عن موعد انضمام الدوليين للتدريبات، والكابتن سيد قال ان يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله هيكون استعداد لمواجهه نادي الزمالك في قمه مواجهه الاسبوع الرابع بمسابقه الدوري المصري الممتاز، واللي ان شاء الله هيكون يوم السبت، وبالتالي يوم الثلاثاء اللي جاي موعد انضمام الدوليين سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي هيكونوا موجودين في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء القادم. بفكر حضراتكم بلاعبي المنتخب الاول محمد الشناوي وايمن اشرف واحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات، المنتخب الاولمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير. علي معلول يشارك الاثنين في التدريبات، علي معلول نجم منتخب تونس ونجم النادي الاهلي اللي كان موجود مع منتخب تونس في فتره التوقف الدولي، هيرجع ان شاء الله لمصر وهيرجع يستأنف تدريباته مع النادي الاهلي يوم الاثنين القادم. في نفس التعليل قاله كابتن سيد عن موعد انضمام الدوليين، قال ان علي معلول ان شاء الله هيكون موجود في التدريبات الجماعيه بعد بكره الاثنين، وكابتن سيد قال ان هو اطمن على علي معلول واللي تم استدعائه مؤخرا لمعسكر المنتخب التونسي، ومنتخب تونس كان بيستعد بمباراه وديه امام منتخب الكاميرون او هيلعب امام منتخب الكاميرون النهارده يوم السبت في مدينه رودس التونسيه. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ وسؤاله عن عمرو السوليه، هل عمرو السوليه هيكون جاهز لمباراه الزمالك اللي جايه ولا لسه الاصابه هتمنعه وهتعطله عن المشاركه في المباراه؟ فكابتن سيد قال ان عمرو السوليه لاعب خط وسط النادي الاهلي هيكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراه الزمالك اللي هتكون يوم السبت القادم ان شاء الله. كابتن سيد قال ان عمرو السوليه بينفذ الجزء الاخير من برنامجه التاهيلي للتعافي من الاصابه وهيكون جاهز لمباراه الزمالك القادمه في بطوله الدوري. عمرو السوليه كان عنده اصابه طبعا بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل او في الانكل في مباراه اسوان الاخيره واللي الاهلي كسب فيها 5 أهداف مقابل هدف. مستر ريني فايلر بيكلف توماس بينيكل باعداد برنامج استشفائي للاعبين الدوليين، حاجه مهمه جدا ان المدير الفني ما يكونش بيفكر بس في اللعيبه اللي موجوده حاليا او اللعيبه اللي جايه لما تيجي نشوف حالتها تبقى عامله ازاي، لا ده بيفكر كمان قبل اللعيبه ما تيجي ازاي نقدر نوفر كل سبل الراحه وازاي نقدر نستعيد العافيه للعيبه ان شاء الله هترجع على الحاله اللي بيها بعد مباراه بوتسوانا اللي هتكون يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله الساعه 7 بتوقيت القاهره، وبالتالي مستر ريني فايلر جاهز يعني كل المستلزمات مع الجهاز الفني الحالي ان هو لما يرجعوا على طول يعمل لهم برنامج استشفائي علشان يعملوا ريكفري او يعملوا استشفاء بسرعه ويستعدوا لمباراه الزمالك في حاله صحيه وفنيه وبدنيه جيده جدا، وده اللي قاله مستر ريني فايلر مع توماس بينيكل مخطط الاحمال البدنيه انه وضع او هيضع ان شاء الله برنامج استشفائي للاعبين الدوليين المنتظر انضمامهم يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله اللي هم 6 لعيبه والاربع لعيبه اللي موجودين مع المنتخب الاولمبي، يبقوا الحصيله في الاخر 10 لعيبه موجودين من النادي الاهلي بيمثلوا المنتخبات الوطنيه سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، وما ننساش كمان في لاعب منهم علي معلول مع منتخب تونس واليو ديانج مع منتخب مالي الاولمبي، 12 لاعب من النادي الاهلي 10 مع منتخب مصر وواحد مع منتخب تونس وواحد مع منتخب مالي. نروح لفاصل بقى علشان نرجع نستقبل بعديها الكابتن احمد رضوان ونتكلم معاه في كل الامور الخاصه بالنادي الاهلي واستعداد النادي الاهلي للقمه القادمه في الاسبوع الرابع في بطوله الدوري المصري الممتاز، خليكم معانا ولكن بعد الفاصل.